هذه انت كتشوف ها انت معطوب من اليد ما كاين لا القرايه ولا حتى شي حاجه. حنا دابا اصلا راكاسين في الزنقه ما عندنا ما نديرو. حنا وعدونا وهذا الوعد ديالهم ما عمرو ما دار لينا حتى شي حاجه. كنمشيو عند العامل تكتبنا له شي ثلاثه المرات ولا اربعه ما تيستقبلناش. درنا معاه اللقاء ومشينا وجينا جلسنا تما حتى عينا وتقول شي واحد واش بغى يدخلنا كيجريو علينا غير المخازنيه. مشينا عند الرئيس مجلس البلدي قال لي ما عندي ما ندير لك هاد الساعه دابا عندي ما ندير لك تيدوز الانتخاب وتسناي ودوز الدوره دوز الدوره ونحطوا دارك في الدور واش كاين شي واحد اللي عنده تيتر ديال دارو وكيدوزها في الدوره. واش انا ماشي مغربيه ماشي مواطنه. مشيت للبشاويه كيكذب علينا بشحال من خطه حتى كيدينا غير بكذوب. مشينا للعماله هكاك مشينا للقيد غير البارح قال لي شوفي لا غنجيك من الاخر راه ما عندي ما ندير لك سيري بحالاتك. اي واحد علاش مشينا كيسد علينا الباب ويمشي. ها هي طاحت علينا وما لقينا فين نمشيو غير الكرا وتلبسوا بالزنقه شي 20 يوم ولا اكثر اللي تلبسوا غير بالزنقه وما كيجلس حتى فينا ولدي. عاش الملك عاش الملك. الصبر الطويل اللي صبرنا على السلطات دابا راه هي قابله بلا مبالاه وبالاهمال. وحنا المهم راه كنشدو وكنستغثو بصاحب الجلاله بشي تدخل فوري هو اللي خصو يلقى لنا الحل لهادشي. اما حنايا راه هاد الاعتصام اللي دايرين هنا راه حنا ما خارجينش من هنا وراه جلسنا هنا. جانا من برا وماتوا فيها الرواح وطاحوا الديور وما كاين شي واحد اللي يسول فينا حتى بشي حاجه. ها انت تشوف الديور اربعه الديور اللي مشاو اربعه الرواح اللي مشاو فهادشي. حنا ترمينا برا لا حنا لا ولادنا ما كاين اللي يسول فينا حتى بشي حاجه. فهاد الانفجار اللي وقع ما عرفناش شنو. حنا كنطلبوا دابا غير الروبور اللي دارت الشرطه العلميه ما بغاوش يعطيوه لنا باش نرفعوا الدعاوي. انا بنتي ضحيه هي اللي كانت هزاني هي اللي مسؤوله بيا. انا دابا كنطلب من الله ومن المسؤولين ومن سيدنا يشوف هاد المحضر يشوف هاد الشيء. وعاش الملك.